السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم السبت 28 من شهر مارس 2020، وصلت الحالات في ألمانيا إلى 56202 وتوفي 403 حسب الصحف الألمانية والمصادر الرسمية. تقول بأن أغلب الأشخاص المصابين حاليا يبقون في بيوتهم ولا يحتاجون إلى علاج وحالتهم مستقرة أصدقائي، لكن قالوا بأن 1000 شخص يتواجدون حاليا بغرف الإنعاش بالمستشفيات الألمانية، وألمانيا تتوفر على أكثر من 28000 غرفة إنعاش. وصلت طائرة عسكرية ألمانية اليوم قادمة من إيطاليا تحمل 6 مصابين بكورونا إلى مطار مدينة كولن. سوف يتم تفرقتهم على مستشفيات مقاطعة شمال الراين فيستفالن نورد راين فيستفالن لمعالجتهم بمستشفيات المقاطعة. قالت الشرطة الألمانية أن هناك بعض الأشخاص لا يحترمون القوانين الجديدة الخاصة بقلة الخرجات أو اللقاءات أو التجمعات لأكثر من 2 شخص، وقالت أن الشرطة تكون مضطرة لتطبيق القانون وعمل محضر عندها، وسوف يتعرضون لعقوبات بسبب عدم احترامهم للقانون، لأنهم سوف يتسببون بنشر كورونا إذا لم يحترموا القانون. تكلمت الصحافة الألمانية وقالت هذا اليوم مثلا في مدينة هامبورغ خرج عدد كبير من الناس إلى الحدائق وكانت هناك شيئا ما زحمة، رغم أنهم حاولوا الابتعاد عن بعض وعمل مساحة 1.5 أو 2 متر، لكن كان عدد الناس في عدد من المدن الألمانية كبير في الشوارع وفي الحدائق وعلى ضفاف الأنهار. لكن بالمقابل بمدن أخرى مثل مدينة دريسدن خرج عدد قليل من الناس إلى الشارع، وقالوا بأنه المدن أو المقاطعات في شرق ألمانيا أغلبهم يلتزمون بالقانون ويجلسون بكثرة في منازلهم، لكن قالوا ببعض المدن في المدن الغربية لألمانيا كثير من الناس يخرجون بكثرة إلى الشوارع ويخرجون بكثرة إلى الحدائق أصدقائي. وصلت إلى إسبانيا طائرة من الصين محملة ب4 ملايين كمامة طبية، سوف يتم توزيعها على إسبانيا، ألمانيا، فرنسا وبريطانيا. وصلت هليكوبتر عسكرية قادمة من فرنسا إلى مطار إسن بمقاطعة شمال الراين فيستفالن تحمل 2 شخص من جنسية فرنسية مصابان بكورونا، وسيتم علاجهم بالمستشفى الجامعي لمدينة إسن. أوقفت الشرطة الألمانية بمدن متعددة أشخاصا يعملون عزومات وحفلات في منازلهم، وسوف يتعرضون لغرامات وعقوبات شديدة لخرقهم قانون التجمع، وهذا الخرق يمكن أن يؤدي إلى انتشار كورونا إذا كان أحدهم مصاب، واحد مصاب وينقله إلى جميع الناس. أعلن وزير الداخلية وقف ترحيل كل من عنده بصمة في أحد الدول الأوروبية، يعني وزير الداخلية يرغب الآن بتوقيف ترحيل كل من عنده بصمة دوبلن. من منكم أصدقائي عنده بصمة جاء إلى ألمانيا وكان قد قدم اللجوء ورفض له، وقدم واعترض ورفض وجاء طلب للترحيل، لن يتم الآن ترحيله حسب وزارة الداخلية. قالوا بأنهم لن يرحلوا الآن أحد إلى الدول الأوروبية التي بصم فيها الشخص أول مرة. قالت وزارة الداخلية أن الأشخاص الذين حكم عليهم بالترحيل أو جاءهم ترحيل وهم ينتمون إلى دول آمنة، دول لا توجد فيها حرب، هؤلاء الأشخاص سيتم ترحيلهم وإعادتهم إلى دولهم الآمنة، لكن لم يقولوا متى، لأن أغلب المطارات كما تعرفون أصدقائي مغلقة. أنا أتابع هذا الأمر، إذا كان هناك جديد سوف أوافيكم به بطبيعة الحال. ارتفاع ثمن بعض المواد الغذائية مثل الخضر والفواكه ومواد أخرى بسبب قلتها من السوق حاليا في السوبر ماركت الألماني. أخبرني أيضا عدد كبير من الأصدقاء أنهم أيضا لاحظوا في السوبر ماركت الذي يتسوقون فيه، خصوصا السوبر ماركت التركي أو العربي، لاحظوا ارتفاع أيضا للأسعار. أصدقائي أخبرونا عن تجربتكم، هل ارتفعت أيضا بالسوبر ماركت الذي تتسوقون فيه الأسعار، وما هي الأسعار التي ارتفعت كي يعرف الأصدقاء
هذا الأمر، ونتمنى أن لا يتم رفع الأسعار، لأنه نعرف أصلا بأنه نحن الآن في أزمة وفي وقت صعب، والناس مدخلهم ضعيف، وإذا ارتفعت الأسعار سيكون الأمر صعب كثيرا كثيرا على العوائل والعائلات ضعيفة الدخل. قالت الحكومة الألمانية في آخر إحصائية لها أن الأطفال من العائلات الفقيرة أكثر عرضة للأمراض من الأطفال من عائلات غنية أو متوسطة، وقالت الأطفال من عائلات فقيرة بسبب سوء التغذية يتعرضون أكثر إلى زيادة بالوزن، وأيضا تكون عندهم مشاكل نفسية كبيرة تؤثر عليهم وعلى نموهم. قالت الحكومة الألمانية في إحصائية لها أن سنة 2019 عرفت 871 اعتداء على المسلمين في ألمانيا، أدت إلى جرح 33 شخصا. كانت هذه نبذة عن أهم الأخبار. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.